الله، ايه السلسلة الجميلة دي؟ انا عايزة واحدة زيها. جايباها منين؟ عجبك شكلها؟ شكلها بيلمع كأنها ألماس حقيقي. ما هي ألماس حقيقي يا هبي، منعها جرى فتحتي امبارح. اخسى عليكي كده برضو، ما تقولي ليش هي دي برضو الصحوبية. معلش كانت حاجة عتضايق، ان شاء الله ملحوقة في الفرح. يبقى لازم اروح اوزع نشرة الاخبار واوزع النميمة. نور خطيبك وصل. اهلا اهلا يا باشمهندس، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ انت مش قلت اني مسافر النهارده؟ جاي لك في زيارة مفاجأة، تقدري تعتبريها زيارة عمل، ولو ما فاضياش اروح لحد تاني. لا فاضي. طيب يا ريت تحصلي لي الشيك ده في اسرع وقت وتدخليه في حسابي. طب ممكن تلف وتجابلني؟ مالك يا منى؟ وايه المبلغ الكبير ده؟ اصلي مشارك جماعه اصحابي على مزرعه وحت ارض 200 فدان، والفلوس دي كنت دفعتها ثمن ادوات زراعيه ومجررات يعني للارض دي. يعني عندك مزرعه مواشي وعزمه 200 فدان؟ وعندي شركه كمان، وكل حاجه هتعرفيها في وقتها، بس اي حاجه هتعرفيها عني هتفضل سر، مفيش اي مخلوق يعرفها حتى لو كان ابوك وامك. ساعات بخاف منك. ليه بتقولك ده؟ لان الاسرار الكتير معناها ان في حاجه مش مظبوط ولازم تتدارى. منى لو في حاجه غلط قولي عليها وانا اعطيك من اي وعود. هو كون امتلك مزرعه وحته ارض يبقى في حاجه غلط؟ اقول لك يا نورهان، خلي العلاقه بينا تبقى علاقه عميل بموظفه احسن، ويا ريت تخلص عشان ما تعطل. انت زعلان كده ليه؟ لان اللي هتشك في عريسها في الاول عمرها ما تقدر تعمر له بيت. فهمت ليه يا نورهان؟ ويا ريت تخلصي او الشيك عندك. انا بقى هينفع اخد الخلاجات دي ولا لا؟ بس ما دام جايه على اسمي يبقى اخدها معايا. جهزت نفسك للسفر يا نسمه؟ انا خدت الخلاجات الجديده معايا، بس مش عارفه اذا كان هينفع البسها هناك ولا لا. وايه اللي يقل نفعهم؟ ما هي هدوم زينه وحشمه. طب تحب تاكل الاول ولا نمشي على طول؟ اي حاجه. وابقي طلعي شنطتي. مالك يا مناع؟ فيك حاجه يا اخوي؟ يحرق ابو المخدرات اللي جارتها، خلتني اخاف من خيالي واشك في اقرب الناس ليا. فيك يا مناع؟ وجعت قلبي. انا قررت ما اتجوزش من هنا. خلاص تبقى بنت عمك مغاوري اولى بيك من الغريبه. لا بنت عمي ولا اي واحده من نجع من اساسه، هيكون في دماغها ايه يعني غير الوكل والشرب والعيال؟ ده عيشه تخنق. واه عليك يا مناع، عايز تعيش كده وحدانيه طول عمرك؟ ظهر ان ده قدر يا بنت ابوي. ايوه اعرفك، صاحبه نورهان في البنك. ايه اللي حصل؟ انا جاي على طول، جاي على طول. في ايه؟ رايح فين ده؟ نورهان فين؟ وايه اللي حصل لها؟ انا اللي بسالك، قلت لها هي خليتها تنهار بالشكل ده. بعد ما مشيت ساهمت وكانها مش شايفانا، وبعد كده وقعت من طلب. اكيد قلت لها حاجه، قول ايه اللي حصل. طب هي فين دلوقتي؟ جوا عند الدكتور. ممنوع يا استاذ. مجنون ده ولا ايه؟ نورهان. ايوه يا استاذ. سامحيني معلش. صعيدي. كنت جايز تتجوز معايا.
مع اني في نصك صعيديه، بس ايه الحنيه دي كلها؟ اوعدك اي حاجه تقولها لي هتبقى سر بيني وبينك. صدقتي؟ مفيش سر ولا حاجه. مش عايزك تبكي، قول ما انا عايش على وش الدنيا. تحبيني؟ اظن كده بقيتي كويسه وتقدري تروحي، ولا تحب احجزك يومين كمان؟ موافق لو هتحجز وياها. هتفوتي عليا انت، انا عارف. انا كمان بحب اتجوز. حاسبة تقعدي على اللابتوب هتكسريه. يعني ايه؟ ده كمبيوتر بتاعي عليه شغلي كله. واه، شغلك في الشنطة دي؟ ما تشغليش بالك، المهم احنا هنطلع من هنا على جنة ونعدي على شركة الآلات الزراعية نطمن راحوا الأرض الجديدة ولا لا. اديني كنت معاك اهو، وديني مطرح ما انت عارف اهو كده اريح. لا قول لي يا منى، ايه اللي نزلك ملهوفة دي؟ مشكلة حصلت لي كانت ممكن تخربط لي مستقبلي كله، بس الحمد لله لحقتها في الوقت المناسب. الحمد لله. احنا هنوصل في الليل ولا قبل الشمس مطلوب؟ انا خايفه حد يشوفه. لما نوصل هناك يبقى يحل هربنا. خدي الكنسايه دي، ها، تسلي بيها في الطريق، وانا هشغل لك احلى اغاني نجوم اف ام. ولو عايزه تنامي نامي. فهمتك، قصدك اسكت. هاسكت خالص اهو، بس افتح لي البتاعه دي. السفر الطويل محتاج هدوء وتركيز، وانا ما اخبيش عليكي عندي شويه مشاكل في الشغل، عايز افكر فيها بهدوء واحاول الاقي لها حل في سكتي. فكر براحتك يا اخوي. اقول لك انا هريح الدكه اللي ورا دي. هتروح فين؟ استني. انت إيه؟ مصطبه ولا ايه؟ اعمل ايه؟ انا حاركن على جنب، وانت انزلي اركبي من الباب الوراني. طيب. نفسي اعمل لك عمليه نقل مخ تربيت دماغك. يعني ايه تتجوزوا على طول؟ انت لعبتوا تعرفوا بعض؟ ولا انت كنت عارفاه وبتمثلي عليه انك اول مره تشوفيه؟ انا يا ابوي انا اعمل كده؟ معقول الكلام اللي بتقوله ده يا توفيق؟ ما هي حاجة تجنن، البت اتقلب حالها من ساعة ما عرفته. صح يا توفيق، وده دليل عنها ما كانتش تعرف، وإلا كان حالها انقلب من زمان. إيه اللي جرالها؟ مدلوجة عليه وهيمانة وحاجة. جرى يا توفيق، البنت بتحبه وفرحانة بيه، مش أكتر من كده، بلاش تفكيرك أنت يروح لبعيد. ده أول حب بيشغل كيان البنت دايما. في يومين يا عليا؟ يو، شافت فيه مستقبلها. أنت أمرك عجيب أنت كمان. انت مش كنت اكتر واحده معترضه عليه دلوقتي بتدافع عنه؟ يوه يا توفيق، انا بدافع عن بنتي، مش عايز اكسر قلبها. البنت بتحبه ومش ممكن هتحس بالسعاده الا معاه، يبقى مفيش قدامنا حيله غير ان احنا نتجوزهم لبعض وندعي لهم بالسعاده. غلبتيني يا عليا، الظاهر ان كنت متهور شويه وقاسي على البنت. لولا ان انا عارفاك كنت قلت انك غيران عليها، بس انت اعلم كده يا توفيق. خليها بقى تشوف مستقبلها.
خللتش العيون الجميلة دي عشان أخليها تبكي. ازاي يا بابا؟ ازاي تظن الظن ده فيا؟ ده انا على يدك بخرج معاك وباجي معاك. خلاص انسى اللي حصل. وعموما يا ستي انا موافق على الجواز، بس على شرط يعمل لك فرح ما حصلش في سهاج كلها. ما هو اكيد هيعمل كده، بس مش كل حاجه عليه، احنا لازم نعمل حاجه. لا كل حاجه عليه، كفايه ان احنا هنديه جوهره الماسه مفيش زيها في الدنيا كلها. انا ما افهمش في الكلام ده، لما بقى يجي بالسلامه من جنى تبقوا تتفقوا. وهو رايح جنى ليه؟ هيشتري مواشي زي السودان؟ هو ما بيحبش حد يعرف حاجه عن شغله، لكن انا هقول لك اللي سامح اني اقوله. هو اشترى معدات زراعيه بملايين، كان جاي النهارده البنك يغطي الشيك لحساب شركه المعدات الزراعيه. ويشتري معدات زراعيه بملايين ليه؟ لانه شارك جماعه اصحابه في شراء مزرعه 100 فدان في قنا، وطلب مني ما اجيبش سيره لحد، بيخاف من الحسد. لكن انا حبيت اقول لك عشان تطمن انه ابن حلال ومكافح، بس وعدني انك ما تجيبش سيره لحد ولا حتى لماما. دي حاجه تفرح وتخليني احترمه قوي، بس انا مش عارف ايه الداعي للسريه اللي فرضها على نفسه وعليك دي، زي ما يكون بيعمل حاجه وحشه. يا ابوي لازم تعذره، ده عاش طول عمره وحداني وسره دايما بينه وبين نفسه. عقلي كبير يا بنتي، وما دام انت فاهماه انا اوعدك مش هتدخل في حياتكم، ومش هحاول انا وامك نعرف اسراركم، لكن انت لازم توعديني تقولي لي اذا حسيتي باي حاجه مش مظبوط. اوعدك. طيب اتصلي بيه قولي له مستنيه لما يرجع. هو طلب مني ما اتصلش بيه الا لما هو يتصل الاول. غريبة، انتوا احرار بعضيكم. يلا البسي هدومك وحصليني نتغدى سوا. ربنا يخليك ليا يا ابوي. ويخليك ليا يا بنتي. لله انا عايز تسمع كلام ولدك مناع. عايز تقول ايه يا مغاوري؟ الارض دي حتاكل الرجالة، مش هتديهم قد ما هتاخد منهم. بقالنا شهور بنشتغل والشتلات دي مش عايزه تكبر عن كده. مناع ولدي مش عبيط، ده باش مهندس وعارف هو بيعمل ايه. يا قلة العدل يا مغاوري، ربنا ادانا عقل نفكر بيه. البير اللي هنيه ما يكفيش، المايه اللي بنسحبها منه بنسحبها بطلوع الروح. نفحته بير تاني ونغوطه. هي مش حكايه ميه بس يا عمي، الفكره دي سابقه لاوانها، وعقبال ما نلاقي حل للارض هنكون متنا بالجوع. طوعني يا كبير، طوعني يا كبير ناسك. بقول لك ايه يا كبير، بكفايه لحد كده النهارده، الرجاله نفسها اتقطع. يلا بينا نروح على بيوتنا. قلنا للرجاله ارتاحوا على ما تيجي العربيات تاخدهم، زار العمليه وعره قوي. ارتاحوا يا رجاله. اهدي. مناع ولدي. يلا شهيد مع الرجال. عبد الله على السلامة يا ولدي. ازيك يا عم غوري؟ الله يسلمك عم ناجي. عاملين ايه؟ الحمد لله يا ولدي. لا احنا بخير. لكن ايه الحاجات اللي انت جايبها دي كلها؟ وفي حاجات تانية كتير. سارة يا ولدي الفلوس دي تترمي في ارض خراب مش هتجيب همها. ليه بتقول كده يا عم غوري بس؟ الرجالة نفسهم اتقطع من الصبح وهم بيساووا في الارض ومفيش فايدة. من اللي قال لهم يعملوا كده؟ الجرارات دي تساوي الارض في ساعة وتنحرط وتتزرع في اسبوعين ثلاثة بالكتير. لا اله الا الله. طب لما الجرارات تشتغل الرجالة هتشتغل فيها مناع؟ انا اتفقت مع مهندس صاحبي يعني هيجي عسكري هنا وهيعلم الرجاله واحده واحده. الارض دي مش هتدي، الارض دي مالحه ومطبله. يا عمي خد نيبك صبر الله يرضى عليك، كل حاجه وليها دواء، وانا جيبت اسماد عضوي هيحل مشاكل الارض دي في شهر. اه مغاوري، قلت لك ولدي مناع عارف هو بيعمل ايه. بوي. ايوه يا ولدي. عايز اقول لك حاجه، يعني بنت نسمه معايا في العربيه، هي ما طلعتش تبعد بعيد عنكم. طب اكتم يا ولدي،
النجعي كله عارف انها ماتت. بقول لك ايه، خذها على البيت من غير ما حد يشوفكم. هي يلا يا ولدي، عبال منك من الرجال. زين الفكره بس ابوي، يعني انا كنت عايز عم ناجي بعد اذنك كبير. خلاص يا ولدي يلا. عم ناجي يا ولدي، عايزك في موضوعك ده ملولو. جري جري يا مغاوري، هو انت كده خالف تعرف؟ يلا اطلعوا برا وقفوا على الباب. هميوات او كيف ما انت شايف يا مناع يا ولدي، الحشيش في الحفظ والصون وعليه حراسه كمان. الليله فرح حمام مش كده؟ ايوه الليله، لكن انت متفكر في ايه؟ اسمعني زين يا عمي، انا بعت الحشيش خلاص لتجار من مصر وقبضت العربون والتسليم الليله. يستحيل، مش هنلحق نوصله. ما تخافش، تسليم قريب هنا عند فيعة البحر، التجار هيحملوا في صنادل وسط البلح. طب خلي بالك من تجار مصر يا ولدي، دول غدارين، لازم تأمن غدرهم. تشغلش بالك بالحاجات دي، انا بس لي عندك طلب واحد. خد التليفون ده. ايوه خليه معاك. طيب او تاخد البضاعه على الجمال وتمشي وسط النخل. طيب اول ما يجينك مست مني مست. اشاره يعني اشاره. ايوه التليفون ده هينور وينطفي. اول ما يجيلك اشاره مني على التليفون ده اتحمل البضاعه على المركب، تاخد الرجاله والجمال وتعاود من مطرح ما جيت من غير ما حد يحس بيك. حاضر يا ولدي، بس تفتكر يعني احنا كده هنبقوا في امان؟ ما تخافش، انا مناع لحويطي برضك. اما نسمة يا ضنايا يا بنتي، يا ضنايا يا حبيبتي يا بنتي، توحشت الجو يا نسمة. توحشتك والله العظيم يا امي. يا نور عيون امك من جوه. الله يخليك. وخالتك عديله ما توحشتكيش على قلبي. وحشتوني. ربنا يخليكم ليا يا رب، وما يحرمني منكم ابدا. ولا يحرمنا منك انت يا نسمتنا. يخليك. الا قولي لي يا بنت، انت ما عمرتيش عند اخوكي مناع ليه؟ كانك كده شفت حاجه عفشه ما ندتش عليك. عفشت ايه؟ ده كاني كنت عايشه في الجنه. بس تقولي ايه؟ الجنه من غير ناس ما تنداس فجريه. ليه؟ هي سوهاج ما فيهاش ناس؟ دي مالها ناس وعربيات رايحه وجايه ليل نهار قدام بيت اخوي. وانت كنتي بتروحي وتاجي وسطيهم؟ لا، كنت ببص عليهم من البلكونه من فوق واستنى لما مناع اخويا يعاوي اعمل له لقمه ويدخل ينام، وكل يوم على ده الحال. يو ده ايه العشره تقصر العمر دي؟ يا عيني عليك يا ولدي، اتاريه كبر قبل اوانه. يا خوفي لو فاطمة بنت مغاوري هي اللي ما ترضاش بيه. بلاهم، خليها قاعده هناك جار ابوها. قومي قومي يا بنت يا نسمه، نعمل طاجن حمام بالفريك عشان اخوك يتجود بيه. يلا قومي. والله نورت بيتك يا نسمه. اتفضل يا باشمهندس، عقود الجرارات والمواتير ومكنه الشفط الكبيره هتركب ميتة. بكره باذن الله على ما تخلصوا حرد هتكون المايه بتجري زي الرهوان. شاكرين، توكل انت على الله. سلام يا باشمهندس. والله ولا في الاحلام الكلام ده كان يخطر على بال حد فينا. فلوسنا يا ابوي حلالنا، تعبي وشقايا وشغل في السوق. اسمعني يا ولدي، انا وانت وحدينا ومعانا ربنا. قول الحق، جبت الفلوس دي منين؟ تعرف انا قتلت الخواجه بني ليه؟ كده انا عرفت، كان بيقول الحق لدياب. صح، انا كنت بعمل كل حاجه، يبقى حرام البندليه ياخدوا زيهم زينا. انا كنت باخد نصيبي من كل زرعه وابيعها لتجار في مصر، وكانوا بيدوني قد اللي كان بيدهوني الخواجه بني مرتين ونص. كفايه كده، انا فهمت كل حاجه ومش راضي عن خيانتك دي يا ولدي. خيانتي للبندريه؟ طب ادينا هملنا لهم زراعه المخدرات، خلوهم يورونا هيعملوا ايه. وانا اتحدى اي نفر فيهم يطلع النص اللي كان بياخده مني. وخيانتك لابوك هتسميها ايه؟ انا وانت واحد يا ابوي، والعيله كلها امانه في رقبتي، واديك شايف النتيجه، اللي بيكسبه بصرفه على العيله وليكم. كله باسمك، وانت قلت كده قبل سابق. وهي ينفع برضه تبقى باسم حد تاني؟ لكن الخير هيعم على الجميع، وانا هملك الذره توزعه بالطريقه اللي شايف فيها العدل. تبقى فين الخيانه دي يا ابوي؟ وقاعد معاك فلوس كتير؟ انا بصرف دلوقك من تمن الحشيش المتخزن ومش هيكفي. على فكره الليله حسلمه واقبض بقية الفلوس، يا دوبك تغطي بقية مصاريف الأرض لحد ما تطرح.
وتبقى غارت فلوس المخدرات بشراء الأرض وتجهيزها، وكله تحت يدك والعقود كمان. اعمل ما بدالك يا كبير. هتحتاج كم نفر معك في التسليم؟ دول تجار اتعاملت معهم قبل سابق، ما تخافش. وعموما انا كلمت عم ناجي، هو هيتصرف كالعادة. ربنا يوفقك يا ولدي. انا هستنى شوية لان تسليم البضاعة بعد العشاء، وبعديها هطلع على سوهاج طوالي. كان ودي تعود بسرعة يا ولدي، عايزين نخلص من حكاية جوازك من بنت عمك مغاوري فاطمة. بلاش منها الجوازة دي يا ابوي. شر يا ولدي، تناسي انها مرهونة باسمك من زمان؟ انت رهنتها من غير ما تشرني. هتكسر كلام ابوك يا مناع؟ معاش ولا كان اللي يكسر كلامك يا ابوي. انا هتوكل على الله وربنا يعمل الصالح واللي يرضيك. بالاذن يا ابوي. السلام يا ولدي. مع السلامة. تعال شوف قطك زي انت أهلك، بقت زي قط الإرسال. ايه ده يما؟ نفافيخ وزينة؟ عيل صغير اياك تضحكوا عليه. ده انا شيعت جبتهولك من المركز مخصوص. كتر خيرك يما، كتر خيرك. يما انا مش مبسوط من الجوازه دي. الجواز يا ولدي زي القدر، مكتوب علينا من الازل. يعني لو جميله مكتوبه لك يبقى مش هتخش الا على جميله. والقبول، القبول يما اعمل ايه؟ مش قابلها، مش طايقها. كل ما افكر ان انا هعيش معاها العمر كله اتخنق، احس ان ركبني ميت عفريت. انت لسه في دماغك بالتحسان يا ولدي. انساها، نصيحة انساها. الجواز حاجة والعيش حاجة تانية خالص. ومدام وافقت خليك راجل وما تكسفش ابوك وعيلتك. حاضر يا الله، حاضر. بس احب على قدك شيل الزينة اللي انت عاملاها دي والنفافيخ. ودعي لي، ادعي لي يما. انا هقوم اسبح واتجهز على ما عم دياب يخلص كتيبه الحراسه اللي عاملها دي. ربنا يسعدك ويهنيك دنيا واخره يا ولدي. كله تمام؟ خلاص يا سناجي، اجمالي اتحملت وتربضت. يبقوا تروحوا بالطريق الوراني وتلفوا نواحي وادي النخل وانا هقابلكم هناك. ده البندريه هيتجننوا لما يعرفوا ان احنا بعنا وهم لا. ملناش صالح بالبندريه، خليهم غرقانين في فرحهم ومش دريانين احنا بنعمل ايه. يلا توكلوا على الله يا رجاله. الا رجاله توكلوا بينا على الله. يلا رجاله يلا هميات، يلا 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 طهوه. يلا 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 يلا، محدش فيكم يعمل دوشة. يلا امشي وراه.
ألف مبروك يا ريس بن داري. الله يبارك فيك. ألف مليون مبروك يا عريس. الله يبارك فيكم يا كبارات العبايدة. مبروك يا داب. لقوتك يا عريس. امسك ما تختشيش. هيختشي من عمه. مش مهم الليلة يختشي من عمه. المهم انه ما يختشيش من بنت عمه. انا راجل ولد راجل. وعيني تدب فيها مليون رصاصة. بعد الشر عليك يا عريس. اديني احلى سلام. الرئيس بن داري. الرئيس بن داري. كبير الناجح. كبير الناجح. وولده. وولده. همام. همام. اللي هو. اللي هو. العريس. العريس. اديني سلام صعيدي شحط بحر. شحط بحر. المسامح كريم يا ود عمي. احب على يد احب على يد. سامحني انا عارفه اني غلطانه بس يمين بالله يمين بالله ما في حد مس شرفك. عارف يا بنتي عارف بس النصيبة اني فضحتك بقيت في النجع كله واي عريس حيجيلك حيعيروه انك فضلت همام. بزور وغلوتك عندي بزور والله العظيم ثلاثة بزور منها لله بهية هي اللي شنعت عليكي وقالت بدل الكلمة عشرة. عشرة بس قولي ألف ولساها بتنبط بالكلام. طب وديني لقطة على لساني. هملوني دلوقت هملوني خلوا زرزور يعمل لي كوباية شاي. يلا 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 اجروا اجروا. تعبتي ربنا يسترك دنيا واخرة. حلو قوي الواحد عايز يقدس العظم. شفت الأرنب بتاعي أحلى من كل ذبايح فرح حمام. من ناحية أطعم فهو أطعم. بس يا خسارة الواحد عايز ياكل أرنبين ثلاثة عشان يشبع. ده أرنب جبلي قد الجد ما مكفيكش. تعال كل دراعي بطني لسه فاضية. ما تيجي معايا الفرح نجيب حتتين لحمة جملي. وخالف أوامر سيدي حسان. لا اهدي مين اللي ماشي يتسحب هنا دي؟ ايه ده باين عليه قاصد حد. تعال تعال نمسكه نشوف الأول رايح فين وقاصد مين.
وراح لفين؟ سيبه. طبعا نطلع وراه ازاي؟ نطلع له من الناحية التانية. يلا خدني معاك. انت مين انت؟ انت وعلى نفس حبايب السنادي ليه؟ سنداري اخويا العار كلكم معيش اسمع صوت قسم بالله العظيم لو ولد جرى له حاجه السبس ما حتطلعش عليه يتحسن كلها سامعين ضرب النار من هنا خليكم واقفين يا ده زرزور سيدي يا فين مالك عرب عرب مين هاد اتكلم شفت يا عرب سيس الناري اخو عبادي هو اللي ضرب على النار وقتلني وكان متخفف عباية سناجي هموس عرر 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 اخوي 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 يا سن